السلام عليكم. تعلم اللغة البشتونية، اللغة البشتو، اللغة الأفغانية من أفلام هندي. تعالوا. हम तुमको जाफर मारेगा। आप मेरे को झापड़ मारेगा? Who are you? How? Why? मेरे को झापड़ क्यों मारेगा? I'll be telling. ता अंजलि ते लास वाली हो लगोवल। अंजलि ते जस मालूर दते दे स्तरगी में उड़ता। अरे कौवे उड़ गए होंगे, मुझे क्या मालूम ये क्या है? ये क्या बोलते हैं आप, नहीं समझ में आया। दात कर ता अगजिने ते लास वाली हो लगोवलो। अगजिने ची जमा लूरदा तागत लास वार उड़े वही يقول أنه لماذا مديت يدك إلى تلك البنت، هي إنها ابنتي وأنت مديت إيدك يعني عليها، لماذا؟ هو الهندي الثاني، الأول أيضا هندي بس هذا قديم أفغاني يعني من أفغانستان، هاجر إلى الهند وعاشر هناك وصار أصبح يعني يمثل أفلام الهندي، ولكن الثاني لا يفهم، يقول ماذا تقول؟ كوي أورجا يا مجا كيا بتا، كوي أورجا يعني غراب طار وغراب إجا وغراب راح، يعني مجا كيا بتا، يعني أنا ماذا أعلم؟ ماذا تقول؟ أنا ما بفهم عليك، أنا لا أفهم عليك. هذاك ذلك البنت، تلك البنت كانت ابنتي، وبعدين غير الموضوع. هنا المقطع الثانية لنفس الممثل، تعالوا ماذا يقول. ممثل هندي ولكن هو قديم أصله أفغاني من أفغانستان، عايش في الهند الآن رحمه الله، والآن حاليا مات، أصبح صار له سنتان وثلاثة تقريبا، مات في كندا. أفغانستان دير خوبصورة زايدة، يعني من كثر ما عاش في الهند أنسى اللغة البشتوية، أيضا قد نسي قليلا، خوبصورة الكلمة ليست البشتو، خوبصورة كلمة هندية، يعني خوبصورة يعني جميلة. يقول أفغانستان دير خوبصورة زايدة، يعني أفغانستان جدا، لازم ببدال يقول خوبصورة خكولي، خكولي أو خايستا، خكولي خايستا يعني جميل، خوبصورة بالهندي يعني جميل. الآن يقول فارسي، أجر بيردوس بزمي أست هميست هميست هميست، إذا في الأرض فردوس يعني موجود، فإنه هذا، إنه ها هو، إنه ها هو، يعني أفغانستان. نفس المثل قال ترجمة في البشتو أيضا، قال أجر بدنياك تشيرك جنت دي أم دغدي أم دغدي أم دغدي، إذا في كما قلت لكم إذا هناك جنة موجودة في الدنيا، في هذه الدنيا، فها هو، فإنه أفغانستان، فهو أفغانستان. كل واحد يحب بلده ويفكره إنه الجنة، مثل إنه جنة في الدنيا، وهو أفغاني ذاتا طبعا، يعني هو أصله أفغاني، من أفغانستان، بشتون من كندهار، اسمه قادر خان، عبد القادر خان، خان البشتونيين كما قلت لكم، شوفوا الفيديوهات الباقية ماذا خان يعني، لماذا البشتونيين يقولون الخان، اسمه عبد القادر، مشهور بقادر خان في الهند، له أكثر من مئات أفلام، يعني مضحك، ممثل مضحك جدا. هذا المقطع طويل قليلا، هو مقابلة، المقطع الثاني مقابلة مع واحد الصحافي الأفغاني في البشتو، هذا غير مرة إن شاء الله. الآن في مقطع ثاني.
वो कमीना राइटर भी है और फाइटर भी, और उसने मुझे टोटे टोटे कर देने की धमकी भी दी। لممثل هندوسي وهندي ايضا وليس بمسلم ولا اصله افغاني ولكن هنا يتكلم في الكلمتين الاصليه البشتونيه من لغه البشتو ويترجم بنفس الوقت الممثل الثاني يساله ويترجم له اسمه جويندا 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 ممثل ايضا مشهور في هند او كمينا رايتر بي هي اور فايتر بي يقول يشتمه لواء الاحد انه هو ابن فلان كاتب ايضا رايتر بي هي اور فايتر بي كاتب ايضا ومقاتل ايضا وهو تحداني بان يقطعني قطعة قطعة توتي توتي بالبشتو يعني قطعة قطعة سأقطع كما نقول نحن سوف أقطعك إن فعلت هكذا في البشتو إن فعلت هكذا في عفوا بالعربي إن فعلت هكذا لقطعت جسمك قطعة 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 يعني من لحم قطعة قطعة اور اس نے مجھے وہ کمینہ رائٹر بھی ہے اور پائٹر بھی ہے یہ تو هذه الكلمه الهنديه تمام يعني ولكن انا اقصد هنا هذه الكلمه لكي اترجم لكم هذه الكلمه البشتونيه الاصليه وہ کمینہ رائٹر بھی ہے اور پائٹر بھی اور اس نے مجھے ٹوٹے ٹوٹے کر دینے کی دھمکی بھی دی ٹوٹے ٹوٹے کیا ہوتا ہے يمكن ضد هذا الممثل يكون واحد بشتون في الهند في هذا الفيلم لهذا يقول اور اس نے مجھے ٹوٹے ٹوٹے کرنے کی دھمکی بھی دی ہے اور اس نے مجھے ٹوٹے ٹوٹے کرنے کی دھمکی بھی دی ہے وہو ايضا تحداني بان يقطعني تحداني بٹوٹے ٹوٹے ان يقطع جسمي قطعه قطعه لحم جسمي قطعه قطعه ٹوٹے ٹوٹے باللغه البشتونيه الاصليه هي ليست كلمه لا هنديه لا فارسيه لا اورديه هي توتا عندنا بالبشتو توتا يعني قطعة توتي يعني قطعات توتي توتي قطعات قطعات فالثاني صديقه يسأله يا توتي توتي كيا هوتا هي يا توتي توتي كيا هوتا هي يا توتي توتي كيا هوتا هي يعني ماذا يعني توتي توتي يسأله ويقول له يهي تكري تكري بالهندي تكري 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 يعني قطعات قطعات بالبشتو توتي توتي بالعربي قطعة طبعا أما بالإنجليزي فيس 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 واحد فيس أمن ولكن ثاني هذا غير الثاني يقول له تمام هو ربما يفعل معك كذا وكذا ولكن إذا أنت خدعتني وإذا أنت غدرتني أنا سوف ميتم تكري تكري كردونغا هو يقول له بالهندي الأصلي أن أنا سوف أقطعك قطعة قطعة إذا هو يقطعك أو لا يقطع جسمك ولكن أنا أقطعك إذا غدرتني قولوا ايه بانجي ايه بانجي كيسات بانجا مات لينا بانجي اسمه هذا الرجل وهو يقول ايه بانجي يقول ايه بانجي كيسات بانجا مات لينا لا تغلط مع بانجي بانجي خطير يلا ان شاء الله تعلمتوا شيء وفي المقطع الثانية يمكن سأريكم المقطع الثانية في هذه السلسلة ان شاء الله من غير فيلم الذي يستخدمون الكلمات البشتوية الأصلية سوف أعلمه سلام لا تنسى لايك كومنت والاشتراك سلام وہ کمینہ رائٹر بھی ہے اور فائٹر بھی اور اس نے مجھے ٹوٹے ٹوٹے کر دینے کی دھمکی بھی دی ہے یہ ٹوٹے ٹوٹے کیا ہوتا ہے یہی ٹکڑے ٹکڑے وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کرے لیکن اگر تم نے میرے ساتھ بے ایمانی کی
मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बांगे बांगे के साथ पंगा मत लेना। खानान पर बॉलीवुड के डेढ़ शहर ले। खानान पर बॉलीवुड के डेढ़ शहर ले।